وخلينا نتذكر بعض الصور اللي اجتاحت العالم. فاكر قبل يومين موميات المكسيك الفضائية؟ هذه القصة ترى على فكرة أشغلت العالم والبرلمان المكسيكي بذات نفسه، أصبحت اليوم حديث مواقع التواصل. طبعا كان هناك الكثير من التعليقات المضحكة، أكيد أبرزها كانت عن أو من إيلون ماسك اللي قال في تغريدته It was cake all along، بعد ما انتشر فيديو على إنه الموميات ما هي إلا عبارة عن كعكة، وذلك كنوع من الفكاهة وللدلالة على أن المخلوقات الفضائية هذه مزورة. أحمد من الجزائر يقول تشبه لحد كبير صور المخلوقات الغريبة المرسومة على جدران مدينة سفار. وأيضا تعليق ساخر آخر له أنف وكأنه في الفضاء أكسجين مثلا يعني. هذا تعليق يقول لك بغرض الترويج للسياحة في المكسيك، ترى تخافون يعني. أيضا رأي غريب ومثير للجدل كشف عنه الباحث المصري وسيم السيسي، مؤكدا وجود كائنات فضائية تعيش بين البشر على الأرض. فهو يؤمن شخصيا من زمان طويل بأننا لسنا الوحيدين على هذا الكوكب الشاسع. العالم ما قال إنه يستند إلى بعض الشواهد التي رأى فيها أدلة دامغة على صحة رأيه. فرئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي اعترف أن لديهم 237 وثيقة عن الأطباق الطائرة. قبل أن نذهب إلى ضيفنا الدكتور وسيم السيسي، نسمع إلى ماذا يقول المصريين عن رأي العالم المصري بوجود كائنات فضائية بيننا. أنا بلشت أشك فيك. طبيعية. هو ما حدش يقدر يجزم ان في حاجه زي كده، لان ده علم ربنا سبحانه وتعالى. هل يا ترى زي ما خلقناك يعني انسان على الارض، هل في كائنات تانية في الكون الواسع اللي ربنا خلقه؟ ده في علم الله، ما حدش يقدر يجزم بيه. اصل الكائنات الفضائيه دي ما بصدقش ان هي موجوده، طالما انا ما شفتهاش بعينيا يبقى انا مش هصدق ان هي موجوده. ممكن ما فيش حاجه يعني مستحيله، بس يعني مش عارف بصراحه مدى مصداقيه الموضوع يعني. بس ممكن لو كنا شفناه كنا ممكن نقول ليه في كائنات فضائيه، بس ما فيش كائنات فضائية. ما صدقش طبعا ان لسه في كائنات فضائية. طب فينها؟ اديني اي دليل دلوقتي ان هي في كائنات فضائية. اكيد الكائنات الفضائية موجودة، فاهمني انت، ان هي اكيد ان هم من زمان جدا جدا وهم بيروحوا عنها وبيعرفوا ان هي موجودة وكده. دي كلها تخيلات علمية، واخد بالك؟ وكل ما تعبقت في العلم وتطورت فيه وتقدمت فيه علميا ربما تتخيل حاجة زي كده. طيب ينضم إلينا من القاهرة الباحث في علم المصريات الدكتور وسيم السيسي. يسعد صباحك يا هلا دكتور وسيم. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. يعني هناك تصريحات وقديمة أيضا، يعني في عام 1991 هيلين شيرمان قالت أنه أول، وهي أول بريطانية ذهبت في الرحلة للفضاء، أكدت أن الكائنات الفضائية موجودة حتما بيننا على سطح الأرض. وحضرتك يا دكتور بتقول نفس الكلام، هناك كائنات فضائية تعيش بيننا، ماذا تقصدوا بكلمة بيننا؟ أيوة أنا بلشت أشك في ريم يا دكتور. اهلا وسهلا بكم يا صباح الورد. اي دراسه علميه، اهلا وسهلا، اي دراسه علميه هي بتعتمد على الموجودات وليست الغيبيات. وهذا يعني فرق مهم قوي. هناك ادله ماديه، دي بنسميها هارد ايفيدنس، بنسميها فيزيكال ايفيدنس، وهناك ادله يصعب دحضها ودي اللي احنا بنسميها هارد ايفيدنس. فمن الفيزيكال ايفيدنسز او من الادله الماديه، انا اللي سمعني اطلب منه انه يلجا لدائره المعارف البريطانيه، وطبعا دي دائره معارف بتكتب كل كلمه بميزان من ذهب. صح. مجلد 18 صفحه 855 عشان بس اسهل عليه،
وما تعبوش هيقرا عن الفيزيكال ايفيدنسز او الادله الماديه حادثتين. طيب حادثه في نيو مكسيكو الحادثه ده هي ان ضابط مرور اسمه لوني زامورا شاهد اعتقد انها سياره مقلوبه ومشتعله على الهاي واي 85 اتصل برئيس جيفيز قال له روح وانا هاجي وراك. طيب. وفعلا راح ولكنه فوجئ بانها مركبه فضائيه وانها بيطلع منها نيران من العادم بتاعها. طب وين راحت يا دكتور وسيم؟ انا اعتذر وكل الاحترام لرايك. نعم. لكن من يقول اليوم بانه هذه ربما تكون تهيئات، ربما انعكاس الضوء، ربما ايضا في يعني قبل حتى قبل اسبوعين تقريبا انا بكلم حاضر. بس اكمل سؤالي اذا تكرمت دكتور، انا مش داخل معك في جدال، كل الاحترام بس لكل. انا ما كملتش كلامي بس عشان نختصر. انا ما كملتش كلامي، احنا ما عندناش والله وقت. انا بتكلم على اوكي، انا بكلمك على الفيزيكال ايفيدنس. المهم باختصار وجدوا ان معدن، هذا المعدن عباره عن الترا بيور ماغنيسيوم وذ كونتنت اوف سترونشيوم، هذه الماده مصنعه لا وجود لها على سطح الكره الارضيه ولا يمكن تصنعها. هناك فيزيكال ايفيدنس ثاني وجدوه في البرازيل، هذه طبق طائر انفجر، الماده بتاعته اللي هي الاشلاء بتاعته خدوها حكومة البرازيل مع الولايات المتحدة الأمريكية. بيتر جيرستون ده محامي رفع قضية بحكم قانون اسمه فايا، فريدم اوف انفورميشن اكت، حق الحصول على المعلومات، وقال لنا المادة دي طلعت ايه؟ فطلعت انها زنك اند ايرن، وهي برضو مادة قوية جدا ورقيقة جدا. هناك هارد ايفيدنسز بقى اللي هي التي يصعب دحضها بقى، زي حضرتك حادثه ايران سنه 79. ايوه دي وزير الدفاع شاف والاف الايرانيين شافوا و و و الى اخره. نعم. هناك هارد ايفيدنس ثانيه اللي هي القضيه اللي اترفعت على السي اي اي واترفعت على الامريكان ناشونال سيكيورتي ايجنسي اللي حضرتك ذكرتيها، وان اعترف يوجين ييتس رئيس الوكاله بأن لديه 237 وثيقة. نعم. وإن لا ما أعلنش غير عن واحدة للقضية جيزيل، وجيزيل. نعم. قالت أن الوكالة لها الحق، كل الحق في أن تحجب هذه المعلومات. لأن release of such information terribly damages the interests of United States of America. فدي هناك تفاصيل كثيرة التي تؤكد أن نحن وحدنا لسنا في هذا الكون. أنا ما قلتش عايشين بينا، أنا بقول إن we are not alone in this universe، في هذا الكون. نعم. طيب. إحنا وأكبر دليل كده إن يا دكتور وسيم أنا كنت عاب أسألك بأنه هذه حادثتين، وأيضا ناسا قالت في دراستها إلى ما في أي دليل أنه في هناك من يشاركنا الكوكب أو يعيش بيننا، وبالتالي انتهى وقتنا للأسف. ما أدري إذا الزملاء قالوا لك بأنه مدة هذا اللقاء هو هذه الدقائق فقط. شكرا دكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.